أخبار اليوم. اعمل فيها أي نوع من أنواع الفلسفة والتأليف كانت راحت، إنما حلاوتها في مفاجأتها في خطفتها جوه الشبكة 1-0. يعني بص، أدي لعبة كورة طايشة، وأدي 2 من مدافعي النادي الأهلي، وأدي الترقيصة، وأدي الغمزة من جنب رجلي شريف إكرامي. 1-1. شكري نجيب. 1-1. ادي اللعبه وادي الترقيصه، نجيب ومحمد نجيب. شكري نجيب بيرقص محمد نجيب وبيركن بسن الجزمه عشان تبقى النتيجه تتعدي 1-1. مؤمن زكريا هدف الثاني، يا خبر ابيض يا مؤمن، يا خبر ابيض يا مؤمن، في نهايه الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع بيضيف الهدف الثاني مؤمن زكريا. الهدف الثاني، ادي اللعبه وادي الاوفر، انما طالع كويس ولوحده وشايف. دقيقه 22 من الشوط الثاني، ادي اللعبه كعب رجله حطها له مؤمن، انما هو الحقيقه برضه اتصرف بذكاء. ادي تبريره عبد الله، وادي وليد لعبها حلو قوي، وادي مؤمن بكعب رجله، وادي ايفونا ترقيصه حلوه حلوه على فكره، بيجيد هو في المسافات الصغيره دي برضه يعرف يعمل الترقيص ده، ولاعيب كويس، لعيب كويس، ومع منتخب الجابون على فكره في كل مشوار التصفيات بيسجبونا. اخيرا يا ابني، اخيرا في الدقيقه 67 يا ايفونا الهدف الثالث، انما هو لعيب كويس مفيش شك يا جماعه، مليك ايفونا الجابوني، مليك ايفونا. الهدف الثالث بيتقدم للنادي الاهلي في الدقيقه 67.